صفري كبر نابوليتانو نكره من كاري نخلي الاديان يقول. متابعي قناة صوت العدالة، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد الحلقة اللي هي فنية. اليوم معنا هاد الشاب الطموح وفي نفس الوقت اللي عنده عائلة واللي مكلف بها، تحول من المغرب وعاش في الديار الأوروبية، هادشي كامل باش انه يضمن المستقبل ديالو ويكون تاهو اسرة. يعني نفسك للمشاهدين ديال القناة. ما كنت فنان السيمو الرفاعي، يعني من الجالية المغربية، كان عايش مدينة مرساي، مهم بالموسيقى. يعني بديت في البدايات ديالي في هاد الميدان، يعني بديت و 13 عام، يعني كانت عندي عائلة، يعني كان عمي كان تيدير الموسيقى، وكما ذلك كان عندي أستاذ ديالي في الكوليج، يعني هو اللي ساعدني واللي وصلت لهذا النجاح، يعني كان أستاذي ديال الموسيقى. واخا قول لي بعدا في الاول، واش كان عندك يعني واحد الطموح ولا كان عندك واحد الحلم باش انك يعني غادي يجي واحد النهار اللي غادي تولي فيه فنان؟ يعني كان عندك توجه ديال الفن من الصغر؟ بيان سور كان عندي واحد الطموح، يعني كنت من الصغر ديالي كنحلم نكون فنان وواصل للجمهور المغربي في بلادي. واخا فاش كنتي صغير شنو هو النوع ديال ولا الطرب اللي كنتي يعني كتسمع له وانت شاب؟ وقت اللي كنت نسمع الشعبي. كنت كتسمع يعني الشعبي، هذا السين اللي كندير اللون ديال الشعبي. واخا وحاليا يعني واش سيمو الرفاعي واش وصل داك الشيء اللي كان كيحلم هو صغير؟ حاليا كنظن الله يعني سبحانه وتعالى هو اللي قسم لي هاد الحوايج هادو. يعني في اوروبا الحمد لله وصلت للنجاح، في المغرب نقدر نقول عندي 20%، يعني وكنطلب من الله هاد الجديد اللي غادي ندير ان شاء الله نوصلو للجمهور المغربي ويكون عندي النجاح في بلادي وما يكونش عندي في اوروبا. واخا ممكن تقول لنا داك 20% علاش يعني في المغرب 20% في حين ان يعني في الديار الاوروبيه كيف ما قلت يعني عندك واحد تقريبا يعني واحد الجمهور اللي متبع السيمو الرفاعي، وعلاش في المغرب 20% ممكن انك تقرب الناس وتضعهم في الصوره؟ لان انا الوقت ديالي كامل تيكون في اوروبا، يعني انا كنجي عندي غير شهير، يعني كنجي نشوف فيه العائله، يعني كنجي نشوف فيه الاحباب ديالي، والوقت ما كتساعدنيش باش ندير عمل هنا. اكثريه تندير الاعمال ديالي في اوروبا، واليوم خديت واحد القرار اللي غنبقى ندير الاعمال ديالي هنا في داخل ارض الوطن. واخا حاليا واش كاين شي جديد ديال سيمو الرفاعي؟ حاليا غادي يكون ان شاء الله جديد، يعني غادي يكون مع جوج فنانين ان شاء الله باذن الله اذا بغى الله، غادي يكون مع ايمن الحجب والفنانه الحسنيه. واخا بذكر يعني هاد جوج اشخاص اليوم يعني حاليا يعني معروفين كفنانين، ممكن يعني تعطينا شنو كان السبب باش انك يعني تقربنا للناس؟ يعني واش شافوك كتغني؟ واش توصلتي معاهم؟ يعني ندوز معاهم دي سواري هنايا في المغرب، هاد الناس هادو دوزت معاهم دوك لي سواري، يعني عجبهم الصوت ديالي وما عمرهم خسروا لي الخاطر ديالي، لان ما عجبهم حتى الصوت ديالي، وهادشي انا اللي بروبوزيت ليهم بالحق يديروا معايا ديهم، ماشي هما اللي بروبوزاو لي، والحمد لله ما خسروهاش في وجهي. واخا في نظرك سيمو الرفاعي من دابا يعني نقدر نقول واحد المده ديال 10 سنين، واش ممكن انه يعني يبدل هاد التوجه هذا اللي عنده ديال الموسيقى الشعبيه، واش ممكن انك يعني تولي في واحد المجال اخر ديال الغناء؟ ما كنظنش، يعني عزيز عليا الموسيقى الشعبيه، ولو نوصل للنجاح ديالي ما عمرني غادي نتبدل، وما عمرني غادي نبدل اللون ديال الموسيقى ديالي. واخا شاب سيمو مثلا الى مثلا جات عندك كشي شركه ياك ديال الانتاج قالت لك حنا غنعطيوك مثلا الموسيقى، حنا غادي نعطيوك مثلا الكلمات، وفي نفس الوقت يعني انت ما غاديش تغني ذاك اللون اللي انت كتلقى راحتك فيه، وغيعطيوك مثلا واحد المبلغ، واش غادي تقبل اه ولا لا؟ لا ما غنقبلش، غنغني باللون اللي غنبغي انا واللي غنرتاح فيه. يعني السيمو الرفاعي كيقول انه يعني الحاجه اللي كيرتاح فيها هي اللي غادي هي اللي غادي نغني. واخا كما ذلك من هنا مستقبلا، يعني قلتي انا يعني عندك اسره، عندك اطفال؟ عندي ثلاثه الله يخليهم لي. الله يخليهم لي. واش في نظرك هاد الاطفال هادو تبغيهم انهم يعني يمشيو في نفس التوجه ديالك، ولا انهم يعني تشوف فيهم حاجه اخرى؟ نطلب من الله ما يشوفوش الطريق اللي انا فيه. ممكن تعطينا شنو هو السبب؟ السبب يعني هاد الحرفه هادي يعني كتبغي الانسان ما يكونش متزوج، لان ما الوقت ما كندوزوش بزاف مع ولادي، يعني كندوزو على خارج الدار، وهذا هو اللي ما بغيتش ولادي يطيحوا في هذه المرحله. يعني هما حاليا يعني ما كتعطيهمش بزاف ديال الوقت. ما كنعطيهمش بزاف ديال الوقت، يعني الموسيقى يعني كتكون خدام هنا كتكون خدام هنا، والمشكل اللي كاين في اوروبا يعني ماشي كنخدم في نفس المدينه فين كاين ولادي، يعني نقدر نمشي لطاليان، انا كنعيش في فرنسا في مارسي، نقدر نخدم في باري، يعني فرنسا يعني كاينه 8 كيلومتر ديال الفرق، يعني ولادي كنشوفهم جوج مرات في السيمانه. واخا قول لنا حاليا في نظرك هذا يعني الشعبي، واش الموسيقى الشعبيه في المغرب واخده حقها ولا لا؟ بيان سور واخده حقها.
ممكن تقربنا اكثر يعني شنو في نظرك اللي كيبين لك ان يعني هذا اللون يعني حاليا يعني واخد يعني واحد الشهرة؟ الحمد لله كاين فنانين اللي هما كانوا بادين بالراي ومؤخرا كنشوفهم يعني في الشعبية. انا ما غاديش نعطي الاسماء يعني الراي شويه قاصح يعني كيبقى ديال الجزائر. يعني كنشكر ديجا شي فنانين اللي هما عزاز عليا في الراي الله يسهل عليهم والله يعاونهم يعني اللي وصلوا واحد النجاح تبارك الله عليهم، لان ما صعيب الحال باش تكون فنان ديال الراي وتوصل في البلاد عندنا في المغرب لان ماشي من الاصل ديالنا. والشعبي يعني شنو اللي مخليني نبقى في الشعبي؟ كنشوف فنانين داروا الراي ورجعوا للشعبي، هذا علاش بغيت نبقى انا في الشعبي. واخا حاليا شي رساله للمتابعين بخصوص يعني هذا الموسيقى الشعبيه، لانه كاينين بعض الناس كيقولوا ان هذا الفن يعني بصفه عامه ما كيوكلش طرف الخبز وبزاف ديال الحوايج، شنو هي انت كتوصل للناس يعني واحد الرساله كشاب ولا يعني اللي دوز في هذا الدومين هذا، شنو هي الرساله اللي كتوجه لهم؟ الرساله اللي نقدر نقول للجمهور المغربي لان ما كنعرف بعض الفنانين يعني ما كان عندهم حتى حاجه بداو بالشعبي الحمد لله واليوم وصلوا يعني لواحد الهدف اللي هو في مستوى عالي. واخا في نظرك الماديات واش هما اساس باش ان الانسان يتشهر؟ ماشي بالضروره الماديات، ماشي بالضروره يعني اذا كانت عندك الموسيقى كانت عندك لافوا زوينه وكنت تعرف مع من تخدم سيرتو مع من تخدم يعني ككاتب كملحن كمتوزع يعني يكون عندك النجاح ماشي بالضروره ماديا. واخا اخر كلمه للمتابعين ديال قناه صوت العداله. كنشكر خوتي المغاربه، كنحبكم وكنسال عليكم من بلاد البلاد، وكنشكر تي في سات تي في كنشكرهم على هذا المنبر هذا اللي استقبلوني، وكنحب المغاربه كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، والله يسهل على جميع المغاربه وشكرا لكم جميعا. واخا قبل يعني باش غادي كيقولوا ختام المسك عطينا واحد المقطع خفيف من شي حاجه اللي السيمو كيرتاح فيها. مرحبا بغيتي شي حاجه عربيه؟ شوف خذ راحتك دابا انت راك طايجنا خذ راحتك. غادي ندير لكم واحد المقطع يعني ديال الراي يعني لحقاش طرحوا عليا بزاف السؤالات ديال الراي يعني غادي ندير واحد الاغنيه ديال رضا طاليان. مرحبا. من صوري صوفري كبر نابوليتانو نكره من كاري خلينا ديان يقولوا لحقوني لداري خويا دل غاشيمانو دنيا قراتني باللي العديني بينو عايش في انجي وهرن ولا ميلانو ريسكي ونفونجي العقلية الباتشينو. تبارك الله عليك خويا سيمو، ان شاء الله نشوفك انت واحد الفنان اللي هو مشهور عالميا، وانا متاكد يعني غير من خلال النبره ديال الصوت ديالك انك ان شاء الله غتكون شي حاجه وغادي تشرف البلاد ديال المغرب سواء في الخارج ولا بزاف ديال الدول. وشكرا لك ونتمنى لك يعني حظ موفق ومسيره موفقه. شكرا.